حول بحضراتكم عبر الهاتف للأستاذ الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة. دكتور حسين، في البداية كيف تقيم عقد النسخة 12 لهذا المنتدى الحضري على أرض مصر ومردوده الإيجابي بالنسبة لعملية الاستثمار بعملية التطوير التي تتم على أرض مصر، التنمية المستدامة التي تتم على الأراضي المصرية؟ دكتور حسين، دكتور حسين معي عبر الهاتف؟ دكتور حسين، كيف تقيم مرة أخرى، كيف تقيم عقد النسخة 12 لمنتدى التنمية الحضاري الذي ينعقد في مصر ومردود هذا المنتدى في نسخته 12 بالنسبة لطرح استثمارات، عقد بروتوكولات تعاون بين مصر والعديد من المنظمات أو الدول المختلفة، وكيفية الاستفادة أيضا من التجربة المصرية في التنمية التي حدثت في البنية التحتية؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. تحياتي يا دكتور. هو أولا مصر أنا شايف أن هي عرضت التجربة العمرانية الخاصة بها وشاركتها النهاردة مع دول العالم كله، يعني حصل نوع من تصدير للعقار المصري إلى دول العالم بشكل كبير جدا. في نفس الوقت حضرتك النهاردة كان في استعراض للجهود التي قامت بها مصر سواء في القضاء على العشوائيات في زمن قياسي، ويمكن ده اللي خلى العديد من ضيوف مصر أن هم يشيدوا بهذا الملف. يعني وزير المدن البرازيلي أشاد بالتنظيم الجيد والتجربة المصرية بشكل كبير جدا، خاصة التنمية الحضرية والإسكان اللي هم حققوا طفرة في مصر في ظل مشروعات كبيرة جدا، في ظل أن مصر اشتغلت على مشروعات من 7% إلى 16% من المساحة العمرانية، وده أعتقد يمثل طفرة كبيرة جدا. في نفس الوقت أنا شايف أن مصر من خلال عرضها للتجربة وصلت لقلب المجتمع الأفريقي بشكل كبير جدا، عشان هذا ما تتنى بالفعل في كلمة السيد وزير الإسكان شريف الشربيني بأنه على استعداد لنقل التجربة المصرية في التنمية المستدامة إلى العديد من الدول الإفريقية في القارة الشقيقة. وفي نفس الوقت حضرتك برضو احنا هذه التجارب سوف تسفر عن مشروعات كبيرة جدا في إطار التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل بشكل كبير جدا. في نفس الوقت انا شايف ان مصر برضو فتحت أسواق جديدة بالنسبة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين من خلال التعاون، لان كل شركة مصرية عرضت التجارب الخاصة بها في مصر وخارج مصر، وده اعتقد يشكل حاجة جميلة جدا بالنسبة للجهود المصرية في البناء، لأن مصر في كل المشروعات الخاصة بها اعتمدت بشكل أساسي على الأيادي المصرية والشركات المصرية في عملية البناء، خاصة في هذه التجربة اللي هي مرت بها من خلال القضاء على العشوائيات والبناء الخاص بالقرى. في نفس الوقت مصر برضو عملت رؤية، حطت رؤية لفكرة التمويلات اللازمة بالنسبة للدول النامية في التمدن والتنمية الحضرية بشكل أساسي، ويمكن هذه التوصيات سوف يتم تفعيلها قريبا بشكل كبير جدا، خاصة ان مصر انا شايف ان هي اخرجت المنتدى الحضري العالمي في احسن صورة عالمية باشادة، لاول مرة نلاقي كل الضيوف بيشيدوا بهذه التجربة في اخراج هذا المنتدى بشكل كبير جدا، بشكل سوف يتم تطبيقه بشكل كبير، لان مصر من خلال التجربة الخاصة بها عملت تحسين لجودة الحياة الخاصة بالمواطنين في السكن بشكل كبير. نعم دكتور، يعني بالنسبة لهذا المؤتمر والذي انعقد على مدار 4 أيام من الرابع حتى الثامن وهذا اليوم الأخير والجلسة الختامية، هل هناك بعض بروتوكولات التعاون التي يعني تم التوقيع عليها من قبل بعض المؤسسات المصرية بالتعاون مع مؤسسات أوروبية أو آسيوية أو إفريقية، في سواء استفادة مصر
من التنمية المستدامة في دول زي أوروبا، أو تصدير مصر لتجربتها الناجحة للدول الإفريقية. كما نعلم أن هناك دولة مثلا شقيقة في القارة الإفريقية زي بوركينا فاسو يعني حبت أن تستفيد من التجربة المصرية في التنمية المستدامة. هو طبعا بوركينا فاسو، وفي نفس الوقت عندنا موريتانيا اللي برضو كانت حاضرة في هذا المؤتمر. نعم. والمنتدى، ان برضو تعاني مشكلة العشوائيات خاصة في العاصمة، عندها اكتر من 28 منطقة عشوائية في نواكشوط. فبالتالي انا شايف ان سوف تسفر يسفر هذا هذه النتائج سوف تسفر عن توقيع العديد من البروتوكولات مع دول افريقيا بشكل كبير جدا، خاصة ان دول افريقيا كانت منتظرة التجربة المصرية، لأن هي سوف تكون أفضل في التعاطي والتعامل معها من خلال أن مصر في قلب أفريقيا في هذا التوقيت بالذات. أنا شايف برضو أن في العديد من البروتوكولات تم توقيعها في إطار البنية التحتية ما بين مصر وعدد من البلدان الأفريقية. شايف أن في تعاون كبير جدا ما بين وزارة الإسكان في مصر بيمثلها وزير الإسكان، وما بين دول أفريقيا في بناء المدن المستدامة أو المدن ذات الطابع أو الجيل الرابع بشكل أساسي، لأن برضو القارة الأفريقية تفتقد هذه المدن بشكل كبير، خاصة أن مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا اللي لديها 38 مدينة من مدن الجيل الرابع. أنا شايف برضو بالنسبة لأوروبا أن مصر دخلت في العديد من البروتوكولات سواء مع ألمانيا في إطار التجربة الخاصة بالقضاء على التلوث في المدن، التلوث البلاستيكي وهذه الأشياء، ففي إطار تعاون ما بين مصر وألمانيا في هذا النطاق بشكل كبير جدا. أنا شايف أن في تعاون ما بين مصر وما بين البرازيل في آلية الحفاظ على المدن، لأن البرازيل كانت بتعاني من مشكلة فيما بعد القضاء على العشوائيات، أن رجعت العشوائيات تاني للبرازيل في نفس المدن اللي هي عملت فيها تطوير بشكل كبير، لكن مصر ما حصلش. ففي ركائز أساسية أنا شايف أن قائمة على هذه الشراكات، وسوف تتحول إلى اقتصاد أخضر وشمولي لكل الفئات في نوع من التحول الرقمي. في إنجازات كبيرة جدا، وعلينا أن نتفائل ونفتخر بهذا المؤتمر، لأن أنا شايف أن مصر كان لديها تجربة رائدة يجب أن تدرس في أفريقيا وفي العالم كله في القضاء على العشوائيات وبناء المدن الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري، شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف.